ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. والنهارده جايب لكم موبايل غريب جدا وفي ميزه مش موجوده في اي موبايل في السوق المصري او العالمي. قبل ما اقول لكم على الموبايل اللي انا متحمس له جدا واللي انا بتكلم عليه النهارده، حابب اقول لكم ان الفيديو ده برعايه وفر اكس. لو انت عايز تشتري حاجات من سوق او جوميا او اي موقع تسوق الكتروني، هتروح على موقع وفر اكس، ومن خلال موقع وفر اكس هتدخل على المواقع بتاعه الشراء اللي هي سوق جوميا، وهتختار اللي انت عايزه، وهيجي لك كاش باك بيوصل لغايه 20% كاش باك، او ان انت هتوفر، يعني هو اسمه وفر اكس من التوفير. فلو انت عايز تشتري اي حاجه من سوق او جوميا او امازون او اي موقع تسوق الكتروني، هسيب لك الرابط بتاعهم او اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن. روح على الموقع اشتري من خلاله، هيجي لك كاش باك ان شاء الله. يعني المهم، الموبايل اللي انا بتكلم عليه وهو الفيفو اكس 50 برو. الموبايل ده مش نازل مصر، للي في مصر او المصريين اللي بيتفرجوا عليا، ازيكم عاملين ايه؟ الموبايل ده مش نازل عندنا للاسف، هو بينزل بره بس. يعني انت لو عايز تجيبه هتجيبه من الامارات، من السعوديه، من الخليج بشكل عام. الموبايل ده سعره تقريبا 12000 جنيه. الموبايل ده انا بصنفه هو موبايل فئه متوسطه عليا، مش موبايل فلاجشيب، عشان المعالج بتاعه مش معالج فلاجشيب. هو بيجي بالسناب دراجون 665 5G او بيدعم خدمات الجيل الخامس، وكمان مع 12 جيجا رام و256 جيجا ذاكره داخليه. الموبايل برده بيجي بشاشه عملاقه جدا بدون حواف نهائي، هنلاقيها بحجم 6.5 بوصه بدقه فول اتش دي بلس من نوع سوبر اموليد، وكمان الشاشه منحنيه من الاطراف او جايه كيرفد، وكمان تردد الشاشة بيجي 90 هرتز، مش أعلى تردد في الدنيا، شفنا 120 والحاجات دي، ولكن الموبايل زي ما أنا قلت هو فئة متوسطة عليا، هو مش فلاج شيب قوي. ولكن الموبايل ده فلاج شيب جدا في حاجتين، في خاماته والكاميرا بتاعته. الموبايل ده خاماته من أفضل الخامات أو من أفضل مسكات الموبايل اللي أنت هتمسكها. الموبايل الفريم بتاعه من المعدن القوي جدا، الظهر من الإزاز، والإزاز هنا متصنفر كده، يعني الإزاز بيديك انطباع إن هو أيفون 11 برو ماكس كده متصنفر، واللون اللي معايا هنا هو سماوي وبيدي انعكاسات كده مط طبعا عشان هو مش بيلمع. فالحقيقه الخامات اللي مصنوع منها الموبايل ده حلوه جدا، وخامات موبايل فلاجشيب. تاني حاجه في الموبايل ده فلاجشيب، واللي هي مش هتلاقيها في اي موبايل في الفئه السعريه دي او في اي موبايل في الدنيا اصلا غير من فيفو، وهي ان الكاميرات بتيجي بجيمبل. الجيمبل اللي مش عارفينه هو جهاز مصنوع خصيصا ان هو يثبت الكاميرات البروفيشنال، الكاميرات الاحترافيه، زي مثلا الكاميرا اللي انا بصور بيها دي. بتلاقوا دايما في الافلام الراجل المصور ماسك حاجه كده وبيمشي بيها، مش ماسك الكاميرا في ايده وبيمشي بيها. الحاجه دي بتعمل ستابلايزيشن او بتعمل تثبيت للفيديو خرافي جدا. لو هو مثلا بيتحرك لقدام او لورا او حاجه، مش هتلاقي الكاميرا بتتهز، لان الاختراع اللي اسمه جيمبل ده متحكم فيه مواتير بتحاول ان هي تثبت الكاميرا في مكانها او توازن الكاميرا، تثبتها في مكانها وانت بتتحرك. تخيلوا جابوا الجيمبل الكبير ده، الجهاز الكبير جدا، وحطوه في الموبايل، حطوا الجيمبل الكبير جدا بتاع السينما وبتاع الحاجات البروفيشنال، حطوه في كاميرا الموبايل. طبعا هو بشكل صغير جدا جدا، ولكن بيعمل نفس الوظيفه اللي بيعملها الجيمبل الكبير. فنتج عن الجيمبل اللي موجود في الكاميرا دي تثبيت فيديو احترافي حقيقي. فيفو بتقول ان هو اعلى 3 مرات من الاي او اس او التثبيت الصوره البصري اللي احنا كلنا عارفينه في الكاميرات، بتقول ان ده اعلى او بيدي تثبيت اعلى 3 مرات او 300% من الاو اي اس. والحقيقه لما انا جربته انا مش قادر قوي اشوف او مش قادر اتخيل موضوع الثلاث مرات ده، ممكن اقول مثلا مره ونص مرتين، لان فعلا فعلا الفيديو بيطلع ثابت اكنك طاير، يعني اكنك مش ماسك الموبايل بقى بتتهز وكده، اكنك طاير بالموبايل. الفيديو الصراحه في الموبايل ده خرافي جدا جدا في موضوع التثبيت. الكواليتي بتاعت الفيديو مش هتلاقيها افضل حاجه شويه، يعني ككواليتي في موبايلات طبعا فلاجشيب اعلى منه بكتير واغلى منه بكتير بتديك الكواليتي دي. في عندنا مثلا الفيفو الاكس 50 برو بلس، ده الاكس 50 برو العادي مش بلس، البرو بلس ده موبايل فلاجشيب حقيقي وبيجي بنفس الموضوع الجيمبل ده، فاكيد هيديك كواليتي الفيديو احلى. ولكن كتثبيت لو انت مثلا بتحب تصور عربيات، مثلا لو انت بتحب تصور فيديوهات مثلا مؤتمرات، انت مثلا راجل صحفي بتروح مؤتمرات، بتروح حاجات، تحب تصور بالموبايل ومش عايز الموبايل يتهز منك، ده افضل موبايل للموضوع ده في الفيديو. والصراحه الموضوع باين وظاهر وانا بجرب كاميرا الفيديو بتاعت الموبايل ده. طيب احنا اتكلمنا في الفيديو، الصور برضو بتاعت الموبايل ده ممتازه جدا جدا. عندنا الكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.6
6، وعندنا كمان كاميرا بيريسكوب او زوم لغايه 5x وبتزوم ديجيتال لغايه 50x. يعني هما مش بس حطوا جيمبل في الكاميرا الرئيسيه، حاطين لك كمان بيريسكوب حقيقيه، مش كاميرا زوم بس، هي كاميرا بيريسكوب بتطلع صور لغايه 5x زوم بصري. مش عارف هما بيعملوا كده ليه الصراحه. وعندنا كاميرا 13 ميجا بكسل، بيقولوا ان هي للبورتري او للافكت اللي هو البوكيه ورا والكلام ده كله. وعندنا كاميرا الاخيره 8 ميجا بكسل عشان الالترا وايد. فاحنا عندنا هنا اربع كاميرات، الاربع كاميرات بيتفوقوا على نفسهم. صور الموبايل ده هي واحده من افضل الصور اللي انت هتلاقيها في موبايل فئه متوسطه عليا. زي ما انا قلت في موضوع الفيديو، مش هترتقي للفلاجشيب مثلا او لجوده الفلاجشيب، ولكن الصور اللي هتاخدها من هنا تحفه. الدايناميك رينج، البروسيسنج اللي في الصوره، الالوان اللي في الصوره، البورتري او العزل، الايفكت بتاع العزل حاجه رهيبه جدا جدا. الالترا وايد، كاميرا الالترا وايد مش افضل تفاصيل، يعني شفت افضل منها في الفئه المتوسطه العليا، ولكن برضه هتديك دايناميك رينج وبروسيسنج والوان ممتازه جدا. عندنا الكاميرا ال 5x اوبتيكال زوم، بتديك زوم بصري 5 مرات من غير ما تفقد اي تفاصيل. الحقيقه الموبايل ده او كاميرات الموبايل ده مدججه بالفيتشرز والاوبشنز، وكمان الريزلت بتاعتها او النتيجه بتاعت الكاميرات دي خرافيه جدا جدا. مش هتلاقي اي موبايل في الفئه السعريه دي بيديك الصور او الفيديوهات اللي بيديها لك الموبايل ده. عندنا كاميرا اماميه قدام 32 ميجا بكسل عاديه صراحه، مش عارف ليه. طب يا جدعان انتوا حطيتوا كاميرات خرافيه جدا ورا، حطوا لي كاميرا جامده زيهم قدام، ما تفهمونيش غلط، الكاميرا كويسه طلع صور كويسه وبتاع بس عاديه. يعني الكاميرات الاماميه بتاعت الفئه المتوسطه بتاعت اوبو مثلا. من الحاجات برضو العاديه في الموبايل ده هي البروسيسور. البروسيسور 765 زي ما قلنا 5G، بروسيسور قوي جدا طبعا، يعني اقوى بروسيسور في الفئه المتوسطه، ولكن في الفئه المتوسطه. يعني انا قلت برضو في الفئه المتوسطه، هو كان نفسي الموبايل ده ينزل ب 865، ولكن هم حاطين ال 865 للاكس 50 برو بلس. يعني ده موبايل فلاج شيب وده فئه متوسطه عليا. ال 12 جيجا رام طبعا مساعدين ادائه، وال 256 جيجا من نوع يو اف اس 2.1 مساعدين ادائه برضه. فاداء الموبايل ده بشكل عام مع 90 هرتز هتلاقيه سريع جدا، ما تفهمونيش غلط، انا كنت بس اتمنى ان الموبايل ده يبقى فلاج شيب. من الحاجات اللي مش حلوه قوي في الموبايل برضه هو الشحن، هو شحن بقدره 33 واط وسريع جدا، وكل حاجه بيشحن الموبايل ده من 0% في اقل من ساعه. ولكن اوبو مثلا في الرينو 4 برو كانت حاطه 65 واط، كنت اتمنى الموبايل ده الصراحه ينزل بال 65 واط، كنت اتمنى جدا يعني 65 واط، ولكن برضه 33 واط كويسه جدا. البطاريه هنا 4350 ملي امبير تقريبا، بتديني 7 ساعات ونص من وقت عمل الشاشه في الحدود دي. بطاريه كويسه الصراحه مع 90 هرتز مع الكاميرات خرافيه جدا. ولكن لاحظت حاجه غريبه جدا لما بصور فيديو كتير، عشان الجيمبل ده بياخد برضه باور وبياخد طاقه من البطاريه، فالبطاريه كانت بتقع بسرعه او بيحصل لها درين بسرعة جدا. ولكن غير كده الموبايل عجبني جدا، الشاشة بتاعته ممتازة من غير حواف خالص، شاشة اموليد، توليدها للالوان خرافي، الحواف بتاعتها قليلة جدا، الشاشة برضو ممتازة وكيرفد. انا بحب الشاشات كيرفد الصراحة، لان هي بتدي الموبايل بريميوم فيل كده، تحس ان انت ماسك موبايل بريميوم، موبايل غالي. كمان الخامات بتاعت الموبايل برضو تحس ان هو بريميوم جدا. فالموبايل الحقيقة مش ناقص له غير البروسيسور والشحن السريع مثلا، ان هو يبقى 65 ويبقى موبايل خرافي. الموبايل الصراحة على سعره ال 12000 جنيه انا شايفه غالي شوية، بس خلي بالك ان انت بتاخد الجيمبل اللي هو مش موجود في اي موبايل في الدنيا. فباختصار لو انت مش فارق معاك موضوع الجيمبل ومكتفي بالاو اي اس او التثبيت البصري اللي في الموبايلات كلها، ما تجيبش الموبايل ده عادي جدا. ولكن لو انت فارق معاك الفيديوهات وبتصور عربيات، بتصور مؤتمرات، انت راجل تصور فيديو كتير بموبايلك، الموبايل ده مش هتلاقي افضل منه في تصوير الفيديو والصور كمان في الفئه السعريه دي. بس كده، دي كانت كل حاجه عن الاكس 50 برو حبيت اعرفكم عليه. الموبايل زي ما انا قلت للاسف مش نازل مصر، بس هو ممكن تشتريه من التجار هنا ب 12 تقريبا، 11 ونص في الحدود دي. بس كده قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم عن الاكس 50 برو، وايه رايكم في الجيمبل اللي في الموبايل ده، اللي في كاميرا الموبايل ده، وهل هتستخدموها ولا انتم مكتفيين بالتثبيت البصري اللي في الكاميرات الثانيه؟ قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وما تنساش لو عجبك الفيديو ده دوس لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.